مشاهدينا وما كنتم أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مبادرون. في حلقتنا لليوم رح نسلط الضوء على معاناة مئات الأسر الفلسطينية اللي فقدت بيوتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة من خلال مبادرة شورت وشباح. لكن بداية خلونا نتابع التقرير اللي أعدته الزميلة نيفين أبو هربيد ونبدأ حوارنا بالاستوديو. بينما يستمتع الكثيرون في العالم بأجواء الشتاء الجميلة وطعم المشروبات الدافئة خلف النوافذ والشرفات، ترتجف أطراف الكثيرين في غزة من برد قارس لا يرحم كبيرا ولا صغيرا من سكان أشباه البيوت المصنوعة من الصفيح هذه والتي تدعى كرفانات. يعني احنا الحين سميناها ثلاجات الموت. هذول الكرفانات سميناها ثلاجات الموت، لأنه في وقت الشتاء هذا القارص والبرد، والله إحنا الواحد بحط ثلاث وأربع حرمات على أولاده، ثلاث وأربع حرمات ولسه برجفوا تحت يوم من جدة البرودة. إحنا إيش بدنا نعمل؟ واد إحنا بين السماء وبين الأرض، كل حال مدرياتنا، إيش بدنا نعمل؟ تأتي مبادرة شورت وشباح باسمها البسيط وتعبيرها المتعارف عليه في الشارع الغزي كوسيلة عفوية للتعبير عن تضامن مجموعة من الشباب في قطاع غزة مع العائلات التي فقدت بيوتها الدافئة في الحرب الأخيرة والتي أصبحت في يوم وليلة مشردة بانتظار تحقيق وعود باتت حلما لا أملا. شورت وشباح هي حملة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدا الأبناء المنكوبين من أثر الحرب الأخيرة على غزة. هي فكرة أولا لتوصيل رسالة إلى كل ذي صاحب شأن النظر إلى هذه العائلات المدمرة الثكالة الذين يعانون البرد والصقيع، رغم البرد ورغم الثلج صامدون تضامنا مع الإخوة وأهلنا أهل خزاعة المدمرة التي لم ينظر إليها أحد بعين المسؤولية. بطريقتهم العفوية البسيطة حاول هؤلاء المبادرون من الشباب قول كلمة كفى، حاولوا تسليط الضوء على معاناة لا تحرك في نفوس ساسة العالم شيئا، فعسى أن يبزغ قوس قزح من جديد ليبدد الغيوم السوداء ويبشر بعودة الدفء وتباشير السلام والأمان. نشكر الزميلة نيفين أبو هربيد على هذا التقرير الرائع بالتأكيد، وبسعدني أني أستضيف معي بالأستوديو سعيد لولو أمين سر ائتلاف شباب 15 أذار. أهلا وسهلا فيك سعيد. وأيضا رفعت حمدية ناشط شبابي وأيضا جزء من المبادرة، ومحمد سلام مصور مبادرة شورت وشباح. أهلا وسهلا فيكم. طبعا بحب أبدأ حواري معك سعيد، من وين إجتك فكرة شورت وشباح؟ كان حملة شورت وشباح بدأت السنة اللي فاتت في 2015. بدينا يعني مثلا انا سائل عن نفسي، ساكن في بيت في شقه في برج، عندي حرامي عندي تختي بتدفي بخير الحمد لله. فجاه في الليل هيك حسيت في الناس اللي ما عندهاش بيوت، اللي في شجاعيه في خزاعه في بيت حنون في المناطق المدمره في الاماكن المدمره في قطاع غزه بشكل عام. فانا دوري انا انه يفترض انه احس فيهم شويه، لازم اعمل لهم شيء، لازم اوصل صوتهم احنا والشباب يعني. فاجت في بالي اني فكره يعني نوعيه انه كيف بدي اتضامن معهم، انه بدي اتضامن معهم بشورت وشباح، انه انا بردان على انهم بردانين، بدي احس فيهم شويه، بدي احسسهم انه احنا كشباب انه احنا معاكم، بدنا نوصل صوتكم زي هيك. وبدينا احنا ورحنا على الشجاعيه في البدايه، بعديها شو اسمه نزلنا طبعا على الموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديو، فالناس حفزتنا شوي شوي انه ما شاء الله وللامام وكذا وكذا. فحبينا صحيح حبينا نكمل المشوار، رحنا على خزاعه. بعد خزاعه بعديها رحنا على بيت حنون. بعد بيت حنون عملنا طبعا لقاء حواري بين الشباب والفصائل بحيث انه احنا نبين مين اللي معطل اعاده اعمار قطاع غزه، واحنا عارفينه بس احنا بدنا نبين قدام الاعلام بشكل عام انه مين اللي معطل. فحكينا في اللقاء الحواري اللي جمع ما بين حقوقين حقوق انسان مخاتير قيادات الفصائل على مستوى الصف الاول والشباب وبشكل عام المجتمع مؤسسه المجتمع المدني، وطلعنا بتوصيات انه يجب انه هناك يكون في حراك في ضغط من اجل اعاده الاعمار، بل من اجل انهاء الانقسام
وبالتالي انهاء مبادره نحكي مبادره شرطة وشباح كانت جزء تمام. من المبادره الكبيره صحيح. اللي اعاده اعمار غزه والمصالحه ايضا صحيح اكيد يعني من كيف بداتوا تنفيذها الخطوات العمليه خلينا نحكي عن الخطوات العمليه تنفيذ شرطة وشباح تمام كيف جمعتوا فريق شبابي كبير واقنعتوهم بالفكره ايضا صحيح السنه هذه قصدك بتحكي عن السنه هذه تمام الفكره يمكن اجت من اخونا رفعت حمديه كلمني بحكي لي انه اجاني بدي اشوفك سعيد بدي احكي معك في موضوع لحالك انت ضروري يعني حكيت له تفضل اخذنا موعد وقعدنا مع بعض صار يحكي لي بدنا نحتفل بس مش زي الناس التانيين اللي بالفنادق والمطاعم والشيء براس السنه قلت له حاضر فكان بيحكي انه مجرد فكره فانه ممكن نحتفل معهم مع شو اسمه نحتفل مع الناس اللي مدمره بيوتهم بحكي له كيف بحكي له ممكن يكون الشيء ممكن نجيب دوما ممكن مع الاطفال يمكن نحسسهم انه احنا معاكم حكيت له لا معلش انت يمكن جاييني بس انا عندي شيء ثاني بدك فكره غير تقليديه بدي انا انت اجيتني بس انا يمكن بدي كمان كم يوم بس استنى منخفض بس ترى منخفض زي منخفض هود السنه اللي فاتت اللي عملنا فيه شرطه الشباح السنه اللي فاتت قلت له لا احنا المره هذه بدنا نتضامن معهم ونحتفل معهم بالشرطه الشباح لانه احنا بدنا نكمل مسيرتنا يعني فيها لفت يعني المبادره فيها لفت للانظار اكيد 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 يعني كل الناس بتحكي ايش بالشرطه الشباح ما بردتوش طب والله بعد يوم يومين ما رشحتش ما فلوزتش الحمد لله لا مرضنا ولا شيء لانه ايماننا بربنا عالي ايماننا بقضيتنا عادله ايماننا بقضيه هذول الناس اللي مدمره بيوتهم الحمد لله يعني لو بدي انتقل إليك رفعت طبعا أنت كنت مقتنع بالفكرة من الأساس أقنعك فيها سعيد بالتأكيد طب يعني لو بدنا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتكم يعني أثناء المبادرة الصعوبات كانت بتنقسم لقسمين القسم الأول كنا يعني أنا كان في عندي تخوف كبير من أن يتم منع هذه المبادرة أو هذه الفعالية من قبل حركة حماس أو حكومة غزة أو كما تسمونها هذا كان هو الشاغر عندي اللي يعني مشغلني كثير انه يتم قمعنا يتم اعتقالنا يتم بهدلتنا في هذا الظرف فهذا كان من اكبر الصعوبات بواجهني وبفكر فيه كثير ايضا من ضمن القسم الاول عمليه التمويل لهذه المبادره كانت احنا ما طلبنا تمويل من احد وكانت صعبه انه مولنا هذه المبادره من جيوبنا الخاصه كل الشباب اللي ساهموا في المبادره متطوعين هم قاموا كل بدفع تكاليف نفسه ما تكلفت ما كلفته نفسه في التنقل او في اي متطلبات بالاضافه الى طباعه البوسترات وهذا انا تكفلت بها شخصيا هذه كانت صعوبات بينما القسم الثاني من الصعوبات اثناء تنفيذ المبادره كان هناك تخوف من استقبال الناس لنا لأن الناس أبلغتنا كثيرا أنها تلقت وعودات كبيرة من مسؤولين كبار ومن مؤسسات الناس دولية مجروحة فعلا وجرح صحيح. الناس أيضا ظاهر للعلن وظاهر للجميع وأيضا كان في هناك من ضمن الصعوبات المنخفض كان شديد البرودة درجة الحرارة كانت متدنية جدا المعاناة كانت ظاهرة وأيضا نحن تصعبنا وعانينا من هذا الوضع وهذا الأمور اللي كانت قائمة وواجهنا صعوبة أثناء مغادرتنا المكان في وقت متأخر من الليل في المواصلات كان الجو ماطر جدا ولا يوجد سيارات وكانت معاناة يعني لا توصف احتفاء بعد الاحتفال كان تجري في المطر في الشوارع عشان تصل لبيتك لأنه منطقة خزاعة بتبعد عن بيتي حوالي لا يقل عن 35 كيلو أنا من سكان غزة وكنت في شرق خان يونس 35 كيلو على الأقل الظروف الجوية كانت الظروف يعني الطقس والمناخ كانت صعبة والبرد إلى درجة أنه في شاب كان هو بالشرط والشباح أنا كنت حاولت أخليه يرتدي ملابسه من كثر ما كان متمسك في جسده من البرد يعني أمنت لهم طيب يعني ظروف صحية يعني من خلال المبادرة يعني بتحكي انت شرط وشباح يعني في شهر 12 كتير صعب انا شو بدي امن لواحد رايح يحمل رسالة ناس بتعاني ناس مقهورة من وعودات ناس الاحتلال دمر يعني بيوتها يعني اخذتوا حتى تحملنا المسؤولية كل بذاته كل تحمل مسؤولية نفسه حتى الظروف الصحية أيضاً أنا أعاني من ظرف صحي منعني من بعض الأمور هناك وتقبلها الناس وتقبلها الفريق معي ومثبت أيضاً وأنا أحمل ملفي الآن معكم هنا ملف الصحي في هذا الموضوع ولكن أصريت أني أكون معهم وهذا زي ما حكى سعيد أنا كنت بدي أعمل احتفال عادي احتفال عادي أجمع فيه أطفال المنطقة تجمع الأطفال وأعمل لهم احتفال يليق بيهم وكذا صحيح
لاني غاد انا تصادفت لما انا وصلت هناك احد الاطفال لا يبلغ لا يعني تقريبا 10 اعوام او اقل، فانا بحكي له يعني الليله راس السنه، قال لي زي غيرها باللهجه هذه. قلت له شو زي غيرها؟ قال لي خلصت ل 2015 وجت 2016 وحتيجي 17 و18 واحنا ساكنين الثلاجات موتى. صحيح. فقلت له طب شو بتتمنى في 2016 يعني بما معناه؟ فقال لي شيء كان يعني مؤثر جدا جدا. رفع ايده للسماء وقال: يا من اخرجت يونس من بطن الحوت اخرجنا من الكرفانات ثلاجات الموتى. فكان في كتبت له هذه على بوستر وتم رفعها وتصويرها، واتمنى ان تعرض هذه الصور لتعم او تصل الرساله الى مكان يعني يليق ان تصل به ينظر الى هذه الناس. انا في يعني كانت رسالتي انها تصل للمجتمع الدولي المسؤول عن الاعمار، للسلطه الفلسطينيه، لحاكمين غزه او حركه حماس او غيرها، لكل صناع القرار، لكل الجهات، لكل المؤسسات. يعني نناقش قضايا هؤلاء الناس في فنادق 5 نجوم لا يليق بهؤلاء، يجب ان نكون بينهم، يجب ان نكون معهم دائما، رسالتهم نوصلها. هؤلاء الناس ليست بحاجه الى سله غذائيه او حرام او جاكيت، حاجه الى بيت، هذا يحتاج. احد الاطفال طلب ورقه وقلم كي يرسم، لم نساله ماذا سترسم، قمنا باعطاه ورقه وقلم، نتفاجأ انه رسم بيت وشجره ومدخل لبيته ويقول هذا منايا وعلي على فلسطين، هذا منايا. صحيح. وكما ذكر رسم علم فلسطين، وهذا ستجدونه في الصور ايضا. هذا احتياج حتى مش رغبه. فنظرت هناك ايضا الناس يقضون ليلتهم خارج الكرفان، لماذا؟ سالتهم لماذا؟ قالوا لي ابرد من ليست بيت، هذا ثلاجه موتى، نحن نجلس هنا امام نار نستدفئ عليها، رجال ونساء واطفال نستدفئ عليها الى حين ان يفرجها الله علينا. صحيح. هم انا بنظري افترشوا الارض والتحفوا السماء امام نار يستدفئون عليها، افضل لهم من هذا البيت. صحيح. او هذا الكرفان. بالتاكيد هذا كلامك مزبوط. يعني لو ننتقل لمحمد، يعني كان العين الثالثه للمبادرة وكان يعني بتطلع على كل شيء كان هناك، كيف توصف معاناة أهل الكرفانات؟ يعني كنت بلحظة بتصور وبتشوف. صراحة المبادرة كتير مهمة، الإعلام الفئة هذه بالذات مهمشها. كنت أنا في التصوير مع الشباب وصورت بعض المشاهد المؤثرة، يعني تفوت الكرفان واحد متمدد على سرير، ثلاجة، غسالة، فراشه. شو أكثر مشاهد جذبتك؟ يعني شعرتك أنك فعلا محتاج أنك تصور هذا المشهد يشوفه الناس. صراحة الطفل اللي رسم بيته، يعني أنا بتطلع فيه بستنى إيش بده يرسم، فقعد على الأرض وصار يرسم، فبتطلع رسم بيت وبعدها رسم الشجرة، فبستنى أصور وقاعد بصور فيه اللي هو رسم ألعاب ورسم جنبها الكرفان وكتب عليها ثلاجة الموتى جنب البيت اللي رسمه هو. كيف تقبلوا الناس يعني فكرة أنه شباب ينزلوا بالشرطة والشباح على عندهم ويصوروا، يعني يصوروا المشهد هذا؟ من المعاناة اللي بيشوفوها، يعني الناس قاعدة كانت متقبلة لهذا المشهد فعلا انكم تكونوا موجودين، بدها حدا يوصل لهم الرسالة، بدها عين ثالثة زي ما حكيتي انها توصل رسالة المعاناة اللي هم بيعيشوها. الكرفان يعني أرضية من الرمل أغلبها مفتحة، السقف بنزل منه مية في المطر، الأبواب مكسرة مش موجودة، يعني وضع مأساوي، الحديد نفسه بارد وفي الصيف بيكون حار جدا عليهم، أغلبهم بحط نايلون على الكرفان علشان يحمي حاله من المطر. يعني لو بدنا ننتقل إليك سعيد، يعني هاي النقطة نحكي فيها، يعني أنت حابب تضيف شيء؟ صحيح، بدي أضيف على كلام أخويا وزميلي محمد أنه في يعني وإحنا هناك في مرة هيك عجوز كبيرة بتحكي انه امانه يما تعال تدفى، تعال اشرب كوبايه شاي، تعال تدفى على النار. انتوا الله يعطيكم العافيه، انتوا حاسين فينا، في غيركم مش حاسين فينا. يعني سعيد، هل وجدت في تشجيع كافي من المحيطين بك، من اهلك، جيرانك تجاه هاي المبادره؟ يعني خصوصا يعني خطيره صحيا. صحيح.
طبعا لقيت انا التشجيع الكبير من اصدقائي، من اهلي، من قرايبي، من جيراني، من اصدقائي طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، انه التحفيز انه التشجيع ما شاء الله، الى الامام، توكل على الله، احنا معاكم، احنا في ظهركم، لازم يعني تكملوا هذا المسير، لازم انه توصلوا صوت الناس هذول المنكوبين اللي مدمره بيوتهم، يعني زي هيك. طبعا نحكي عن التغطيه الاعلاميه، كان في تغطيه اعلاميه كبيره يعني للمبادره، كان في يعني شافوها العالم بصراحه، كان في تغطيه اعلاميه متناسبه بهذا الوضع. طبعا كانت الدنيا تمطر، اجت كذا قناه، اجت طبعا كذا اذاعه موجوده، كان في كمان وكالات انباء نزلت اخبار بالصور وبتقارير عن المبادره، انه شباب غزيون يحتفلون براس السنه، بعيد راس السنه، بطريقتهم الخاصه بالشرط والشباح، ووصلوا صوت هذول الناس او الاسر اللي بيوتهم مدمره بسبب الحرب. خلينا نحكي عن يعني انتم المبادره يعني اللي عملتوها كانت في عند اهالي الكرفانات في منطقه الكرفانات خزاعه، يعني بالنسبه للمبادرات الاخرى اللي قمتوا فيها وين كانت تمركز هالمبادرات؟ احنا بصراحه في شنو يعني الطبيعه، طبيعه المبادرات الاخرى؟ صحيح، احنا ان شاء الله في مع نهايه الشهر هذا في يعني كمان حمله نفس الموضوع بس بشكل ثاني او برساله اقوى شويه، هيكون في شويه تصعيد باتجاه تسليط الضوء اكثر على هذا الملف، على ملف اعمار قطاع غزه. طبعا هاي الفعاليات او هاي الحمله جزء من مبادرات ائتلاف شباب 15 اذار والحراك الشباب في فلسطين، انه طبعا لازم نستثمر هاي الفعاليات من اجل او تتوج بانهاء الانقسام، من اجل اعاده الاعمار، من اجل الانتخابات، من اجل حل قضايا الخريجين، حل القضايا، كافه القضايا العالقه بسبب الانقسام، 2005 الموظفين، كثير كثير ملفات تأكيد. الكهرباء طبعا، الكهرباء تأكيد. حدث ولا حرج. تفضل. بالتاكيد يعني انتقل الى رفعت، كيف حسيت تاثير هاي المبادره في الناس، اهالي خزاعه؟ بالتاكيد بالنسبه لاهالي خزاعه كان التأثير عليهم كبير، خاصة أنه إحنا كنا عددنا كبير، ولاحظت شغلة، هم إحنا متضامنين معهم من أجل ملف الإعمار، هم تضامنوا معنا إنسانيا على وضعنا الصحي اللي بنمر فيه في هذه اللحظة. هم كان في دور كبير إلهم في إنجاح هذه المبادرة، ورسالتهم وضحت في هذه المبادرة، وأنا كنت سعيد فيما بعد المبادرة لما وجدت أنه هاي المبادرة وصلت الرسالة منها إلى الرأي العام الدولي أيضا، وأنا أتحدث معي كثير من الإعلاميين في دول أخرى، وكان لي مقابلات مع وسائل إعلام فلسطينية ودولية، عربية ودولية، بخصوص المبادرة، وعرض علي تمويل لهذه المبادرة فيما بعد لتطويرها، ولكن أنا رفضت أي تمويل، طلبت التمويل يكون لهؤلاء السكان لتغطية احتياجاتهم الأساسية المفقودة من عندهم والتي يفتقدون لها من أجل المحافظة على حياتهم وحياة أبنائهم، وجاري العمل مع عدة جهات من أجل توفير ما يلزم هؤلاء السكان من احتياجات أساسية. التمويل أو ما حدث من اتصالات دولية ومحلية معي بهذا الشأن جاء من صدى الرسالة، وصول الرسالة إلى عدد كبير في الدول العربية والدول الغربية والشأن الفلسطيني أيضا المحلي والوطني، فكان هناك حديث كبير معي حول هذه المبادرة إعلاميا اهتمام وسياسيا أيضا، وبعض الفصائل تحدثت معي بخصوص المبادرة ومن أجل تطوير عملية التضامن مع هؤلاء السكان المهدمة بيوتهم أو المدمرة بيوتهم. فالصدى هذا أنا كنت سعيد أن أنا قدرت أحقق الهدف الأساسي أو الهدف الأسمى من هذه المبادرة، توصيل صوت هؤلاء الناس، إظهار هؤلاء الناس، تحريك المياه الراكدة في ملف الإعمار، صحيح، والإسراع فيه. يعني لو بدنا ننتقل إليك محمد، الصور اللي تم يعني وين بتم نشر الصور اللي بتم تصويرها؟ الصور اللي صورتها، الصور بنعطيها للوكالات الفضائيات، بننشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، طبعا بتنشر في الجروبات، في كافة المواقع مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيونات. يعني شو الصورة اللي بتحب أو بتحلم أنك تصورها؟ صراحة يعني الصورة اللي تأثرت فيها، الطفل اللي رسم بيته
بتمنى اني اصوره في يوم من الايام وهو بيطلع من بيته، بيته مبني يكون جاهز يسكن فيه، مكان يلعب فيه، اللي رسمه واللي حلم فيه يتحقق له. طب يعني من خلال اطلاعك على طبيعة الحياة في منطقة الكرفانات، كيف بتصف العلاقات الاجتماعية بين الناس نفسهم سكان الكرفانات؟ هل فعلا هم متعاونين فيما بينهم؟ يعني في بشعارة انهم مثلا بيساعدوا بعض، بيعاونوا بعض؟ صحيح، الناس هناك يعني كالجسد الواحد، قاعدين جنب بعض، بقوا بعض، اللي بيحتاج شغلة بيعطيله إياها، حتى لو المساعدات الخارجية ما جاتهم مش منهم نفسهم ذاتيا، بيساعدوا بعض، بزوروا بعض، المريض بيقفوا معاه. يعني تأكيد لنقطة محمد، خلينا نحكي عن طبيعة الحياة هناك، طبيعة العلاقات الاجتماعية، وكيف كانت علاقات يعني علاقتكم معها، خصوصا أنه أنت يعني كنت أول مرة بتكون متواجد هناك. أنا في خلال تواجدي، وهذه فعلا أول مرة أنا بزور الكرفانات أو المناطق أهل المدمرة بيوتهم في خزاعة، وجدت هناك ترابط اجتماعي غريب جدا. الناس متعاونين في شتى المجالات، متعاونين جدا، يقومون بالأعمال مع بعض، مساعدة في بعض، كل شيء. وجدنا شخص هناك، دخلنا على شخص في أحد الكرفانات هو مصاب ومن ذوي الإعاقة وغير قادر على التحرك كثيرا ويخرج للجلوس معهم، فوجدنا مجموعة من السكان الأقرباء منه في الكرفانات المحيطة به حاطين عنده في البيت كانون فحم وبدفوا فيه وقاعدين عنده ومعيشين الحياة اللي عايشينها أهل الكرفانات مع بعض. هذه كانت لمسة كثير منهم لهذا الشخص، كثير إنساني، كثير وضع منيح له، وكمان إنهم حاسين فيه ومتضامنين معه وقاعدين معه وعايشين حياته، عايشين ومتمدد على سرير هم يلتفون حوله بكانون نار للتدفئة أو كانون فحم. هاي شغلة. الشغلات الثانية كانت من خلال الترابط الاجتماعي، كانوا يتنافسوا على تقديم الضيافة لنا عبارة عن كاسة شاي أو فنجان قهوة رغم شح الإمكانات، رغم انقطاع الغاز عنهم. أيضا المشكلة تعاني منها غزة بأكملها، كانوا يتنافسوا، وأيضا كانوا يتنافسوا من يجلب الحطب لإشعال النار وتدفئة الناس، وكنا إذا طلبنا شيء بسيط جدا يعني يتنافسوا في توفيره سواء لنا أو لبعضهم، كانوا يقدموا الكراسي لبعض كي يجلسوا الجيران وكذا، فكان الترابط كثير. وأيضا كنا نرى على حدة مجموعات النساء يقدمن الطعام من هنا ومن هنا لبعضهم البعض وكذا، ويتسامرن ويقضين ليلة وأطفالهم في أحضانهن أمام النار للتدفئة. فالترابط اللي شعرته سألت عنه أنا كثير، فقالوا لي بعض الفتيات أو النساء يقومن بتدريس طلاب الكرفانات هنا وهناك، كي يعني عبارة عن تدعيم لتدريسهم المنهجي في المدارس، دروس التقوية وكذلك، بدون مقابل، بدون شيء، يتشاركون في إعداد الطعام أو في توزيع الطعام على بعضهم البعض. فهي أصبحت جيرة فيها ترابط اجتماعي يختلف عن الترابط الاجتماعي عما قبل أو عن ما كانت مدينة فيها منازل وكذا، في ترابط شديد أكثر بالتأكيد، نظرا أيضا لقرب مسافة الكرفان من الكرفان. هذا كان بحتم عليهم أيضا يكون جيرة أكبر قربا، فكانت لمسة كثيرة منهم أنا بصراحة انذهلت منها، وأتمنى أنه تعم هذه الفكرة أو هذا التصور عند كل المحافظات سواء كانت مهدئة. بالتأكيد أنه هذه فعلا عادة الشعب الفلسطيني دائما متضامن في كل الظروف. وسأضيف شغلة، من شدة تضامنهم معنا أحد الشباب قام بخلع ملابسه وتضامن بالشرط والشباح مع من أهالي الكرفانات. يعني بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي بيعيشوها إلا هم تضامنوا معكم أيضا في المبادرة، إلا أنه تضامن وبقي من المبادرون أو من المجموعة الذي كنا هناك نحن جميعا، وكان من ضمنهم وشاركنا منذ البداية حتى النهاية. صحيح. يعني لو بدأ انتقل إليك سعيد أخيرا، هل تعتقد أن المبادرة فعلا حققت النجاح المطلوب؟ طبعا، بس يمكن أول شغلة إذا انتبهنا في التقرير في كان مكتوب كذا بوستر، من يعطل، مكتوب عليها من يعطل إعمار مدينتي فليرحل من وطني. صحيح. إن لم تستطع إعادة الإعمار فأرحل. هاي الرسالة يعني يفترض إنه اللي بيعطل إعادة الإعمار يعني يحل شوية. هاي الرسالة يعني اللي تطلبوها من خلال المبادرة. تمام، أكيد يعني إنه حلو يعني
حلو هذا الملف يعني ملف الإعمار، ممكن كمان ملف الانتخابات، ملف الخريجين، يعني في ملفات كثيرة، بس احنا كلها بنتوجها في ملف في 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 قضية واحدة اسمها انهاء الانقسام وتمام الوحدة الوطنية اللي هي احنا السنة هذه عام 2016 طبعا بالتأكيد استاذ سعيد. لكن خلينا نحكي في نقطتنا، المبادرة فعلا انت حسيت انها حققت النجاح المطلوب، لكن ولو هي فعلا محتاجة اكثر؟ بصراحة حققت نجاح، ولكن مش النجاح اللي احنا بدنا اياه كمان. عشان هيك احنا بنحكي انه في مرحلة الثانية خلال في نهاية الشهر هتكون على مستوى اعلى واقوى، وهتوصل رسالة للمستوى السياسي بحيث انه يسمع معاناة هدول الناس، ولازم يعني وهنحدد فترة معينة زمنية، فترة زمنية معينة بحيث انه ايش انه صحيح اكيد بالتأكيد إن شاء الله. يعني رفعت لو بتحب توصل رسالة للشباب يعني من خلال مبادرة شورت وشباح، شو بتحب تحكي لهم؟ رسالتي للشباب بشكل عام أن يقوموا بهذه المبادرات وهذه النشاطات والفعاليات من أجل التضامن بداية مع أنفسهم، من أجل إسماع صوتهم، من أجل توصيل رسائلهم. وأقول للشباب أن كل عليه مسؤولية، كل منا تقع عليه مسؤولية، يجب على كل الجميع الالتزام عند مسؤولياته، العمل بمسؤولياته. أهالي خزاعة، أهالي الشجاعية، أهالي بيت حنون، من دمرت بيوتهم، من فقدوا أبنائهم، هم ليست وحدهم، هم جزء من هذا النسيج، من هذا الوطن، من هذا المجتمع الفلسطيني. صحيح. يجب أن يكون هناك من الجميع تكاتف من أجل إيصال رسالة أكبر، والمطالبة بحل كافة القضايا العالقة في موضوعنا الفلسطيني. هذه هي رسالة أولية. رسالة المبادرة هي رسالة من أجل الإسراع بإعادة الإعمار. هذه الرسالة كانت هي الهدف الأسمى، أن تصل الرسالة لكل من هو له مسؤولية عن الإعمار. رسالتك أعد الإعمار بسرعة. صحيح. أعد هؤلاء الناس إلى منازلهم. إلى منازلهم بالتأكيد. محمد، لو عندك رسالة بتحب توصلها للشباب من خلال الصورة اللي شفتها، من خلال معايشتك للمبادرة، شو بتحب تحكي لهم؟ بتمنى إنها تنتهي المعاناة، وزي ما صورت المعاناة هذه أصورها بانتهائها. السكان بيوتهم ترجع يكونوا آمنين، مش زي ما احنا شفنا وهم في معاناة. بالتأكيد. احنا أيضا نتمنى هذا الحكي. يعني أسعدني طبعا الحديث معكم، حلقتنا انتهت لليوم. بحب أشكر الضيوف اللي كانوا معي بالاستوديو، طبعا بشكرك أستاذ سعيد وأيضا أستاذ رفعت ومحمد، يعني الحديث كان معكم رائع بالتأكيد. مشاهدينا حلقتنا انتهت لليوم، بتمنى تتابعوني الأسبوع القادم في نفس الموعد من برنامج مبادرون. إلى اللقاء.